سنور لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤالنا اليوم حيكون على التنمر، يعني لو كان شي واحد يتنمر عليك كيفاش تعامل مع هذاك الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هذا الانسان اللي يتنمر عليا انا ما يقدرش يتنمر عليا، ما يتنمرش عليا، باسكو لا تنمر عليا نقدر نهضر له حاجه مانيش عارف. الزوجه خصها ما يتنمرش على الناس، ما يتنمرش على الناس، باسكو الا تنمر على الناس هاد الناس راه خلقهم ربي سبحانه عز وجل، وانت علاش تنمر على الناس ولا علاش تضحك على الناس؟ وهاد الناس اللي راهم يتنمروا على الناس هادو ناس انا عندي مونك ليديكاسيون، ماشي مربيين. انت تضحك على واحد ربي خلقه علاش تضحك عليه؟ علاش تضحك عليه؟ مي في المجتمع حنا تاعنا تاع الجزائر ابوبخي كاين تنمر بزاف نشوفوا فيه، سيرتو مع انه في الصحراء، يعني نشوفوا كي نبارك فيك عايشك، نشوفوا حنا كي نجيو زعما البلايص ساحليه ولا تكون كاينه واحد ديفيرونس، واحد النظره هكا مختلفه على انه حنا عايشين في الصحراء، ولا يشوفوا لابو سيرتو لابو يقول لك ايه سمراء ولا من هذا الكوتي، يعني مي كوتي واحد اخر. لو كان تعرضي يعني للموقف من التنمر هذا يعني كيفاش تعاملي معاه؟ نو دونك على حسب لا مونطاليتي، دونك يولي واحد ديجا موالف انه يشوف هاد الظاهره ولا واثق من روحه، يعني حاجه عاديه بون موا، دونك بالعكس حتى نفتخروا بها انه احنا ديفيرونت على الطبقه الثانيه، انهم يكونوا في لابو تاعهم تكون وحده بلوندا ولا وحده سمراء عادي جدا يعني، دونك شفناها. وبالعكس ساعات تكون ماشي تكون راسيزم ولا يشوفك انسان يشوفك بنبره مختلفه، شيء مختلف يكون في الشارع نتاعهم.